والجمعة ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وهما من أيام التشريق. قد نزل علينا المطر وقد حصل الغزارة، ويحضرنا البركة الكبيرة والأستاذ الفاضل المبجل الذي أصبح بيننا مصباحا مضيئا، وقد أضاء لنا الطريق وأرشدنا في كل وقت وحين، وقد حرك فينا نوازع الحب وحرك فينا نوازع العطف، وهو الشيخ الفاضل الكبير الشيخ محمد عبد الهادي، بعد أن أدى فريضة الحج هذا العام وقد سجل لنا الأشرطة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وسجل لنا الأشرطة من على أعلى جبل عرفات، فابتهل فيها وأفاض وأجاد. وأيضا الآن في انتظار تسجيله من مكة المكرمة كما يحضرني فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي من مكة المكرمة، كرمه الله وأعزاه دائما وأبدا فليتقدم. يا Yeah.
Stop.
Yeah.
Oh.
ما فينا يا الله.
أمر آدم نورك يا نبي بدل من أبل آدم من أبل آدم ويوك يا نبي بدر مروا علي الحبائب بالدجى بس يرضيك يا
يكون عنوان عجبي علي اللي دايما تدعي الايمان واشوفها ليلك يسرعني معاك خيرات بتقول لي صلي وانت على الصلاه غفلان وتقول لي زكي وانت في الزكاه طبعا وتقول لي بص النظر انت اللي في البستان وغنى الوعيدات كلها
بمدحك البيت أن لم يحتساب بالزغراي ضجا والسخاف بمدحك البيت أن لم Thank you.
بسم الله.